مساء الخير. الجزء الأول من الخمس أجزاء في كورس المودرن فيزيكس والكوانتم ميكانيكس. في الجزء الأول هيبقى عندنا كذا موضوع، كل موضوع هنسجله فيديو لوحده، بحيث إن يبقى هذا الجزء متسجل على فيديوهات قصيرة، علشان لو حد حب يتفرج على توبيك بشكل مستقل يتفرج على الفيديو اللي يخص التوبيك ده لوحده، من غير ما يضطر إن يتفرج على فيديو كبير. في الجزء الأولاني من الكورس ده، الأول هنستعرض الأوبجكتيفز بتاعة الكورس، الأهداف، السيلابس إحنا هندرس إيه، والحاجات الفنية البسيطة اللي في الأول، السكور بريك داون، توزيع الدرجات، والريفرنسز أو المراجع اللي هنشتغل منها. الهدف بشكل عام من الكورس ده هو تحضير الطالب للكورس بتاع الإلكترونيكس، الالكترونيك ديفايسز اللي بيدرس عندنا في الكليه في الترم الثاني. وعلشان نوصل للمرحله دي احنا محتاجين ندرس الفرع الجديد من الفيزيكس اللي ابتدى من سنه 1900، اللي جه علشان يحل مشاكل حصلت للكلاسيكال فيزيكس او الكلاسيكال ميكانيكس. الكلاسيكال فيزيكس او الكلاسيكال ميكانيكس موضوع كذا موضوع كانوا تقريبا well established خلال 200-300 سنة، لكنهم فشلوا في تفسير بعض الظواهر، على سبيل المثال الفوتوإلكتريك إيفكت، وظاهرة اللي اتعرفت باسم العالم يعني اللي فسرها كومبتون إيفكت، وغيرها كتير. فإحنا هندخل الموضوع الأول عن طريق المودرن فيزيكس، وواحدة واحدة هنعمل شيفت للكوانتم ميكانيكس، وهنعرف يعني ده يطلع إيه وده يطلع إيه. هنفهم حاجة اسمها الماتر ويف دواليتي، اللي هي تبادل صفات الجسم المادي اللي هو الماتر أو المادة مع الخواص الموجية، إمتى الموجة تسلك سلوك جسم وإمتى الجسم يسلك سلوك موجة. دي برضو من الكونسبتس الجديدة اللي ما كانتش موجودة في الكلاسيكال فيزيكس. وبعد كده نتعرف على الكوانتم ميكانيكس تطلع إيه، ونقرب بيها شوية من السوليد ستيت فيزيكس أو الفيزياء الحالة الصلبة. والحالة الصلبة اللي تهمنا دايما في الإلكترونيكس هي السيمي كوندكتورز، وجواها في نهاية الكورس هنبقى اتعرفنا على الثيرمال إيكوليبريم والكارير ترانسبورت فينومينا، الكاريرز عايشة مع بعض ازاي، اللي هي الإلكترونز والهولز جوه المادة شبه موصلة، وازاي بينتقلوا من مكان للتاني. ترتيب التوبكس اللي هندرسها، الأول هنستعرض إزاي فشلت الفيزياء التقليدية أو الكلاسيكية، وبعدين ندخل لشوية كونسبتس أو مفاهيم تخص النظرية النسبية الخاصة باختصار مش هنتبحر فيها، وناخد بعد كده توبك الـ Wave Properties of Particles، إمتى الـ Particle يسلك سلوك موجة، وبعد كده العكس، إمتى عفوا الـ Wave Properties of Particles، أيوه إمتى الـ Particle يسلك سلوك موجة، وال particle properties of waves اللي هو العكس، امتى ال wave تسلك سلوك particle. وبعدين من خلال سلوك الجسم كموجة ندخل على فكرة شرودنجر equation وتأسيس لفكرة الكوانتم ميكانكس بشكل رياضي معقول، وهنحتاج فيها شوية differential equations اللي هي بتدرس in parallel تقريبا في نفس التوقيت يعني في الرياضة في المينستريم. هناخد applications على حل شرودنجر equation في عدة حالات، وبعد كده نروح للمفهوم بتاع الباند ثيوري اوف سوليدز، شكل الانرجي diagrams او توزيع الطاقة داخل المواد الصلبة، وطبعا نروح بقى للحاجة المهمة اللي هي السيمي كوندكتورز او المواد شبه الموصلة اللي هي المواد الأساسية في تصنيع الإلكترونيكس أو الإلكترونيك ديفايسز، ونشوف جواها موضوع كارير ترانسبورت أو انتقال الشحنات، أو يعني سواء كانت إلكترونز أو هولز جوه السيمي كوندكتور. الكورس بيتكون من 150 درجة، 90 درجة على الفاينل إكزام، والميد ترم هيبقى 20، كتاب المعمل والشغل في المعمل واللازم منه 10 درجات، والامتحان الشفوي بتاع المعمل 30 درجة. وعادة في امتحاناتنا بيبقى فيه دايما فورمولا شيت، مش مطلوب من الطالب انه يحفظ لا القوانين ولا الكونستنتس،
هي الفكرة إنه إزاي استعملهم. الاتنين references الأساسيين اللي بنجيب منهم التوبكس اللي في الكورس ده، لو حد حب يقرأ المزيد يتبحر في أي توبك منهم أو يحل مسائل زيادة عن المسائل اللي في الكورس بتاعنا، هما Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics اللي كتبه سير ويان جوت الإديشن 9، و Concepts of Modern Physics by Arthur Beiser and Kent Peterson الإديشن 6. وحقيقة يعني المودرن فيزيكس والكوانتم ميكانيكس فيها عدد ضخم جدا من الكتب، يمكن لو انت يعني حبيت تدور تاني هتلاقي كتب غير دول كتير، بس دول من الكتب المشهورة قوي في الموضوع على الليفل بتاع undergraduate student في سنة أولى كهرباء، لأن التوبيك بتاع الكوانتم ميكانيكس فيه ليفلز تانية متقدمة قوي وفيها رياضة صعبة جدا، فاللي احنا بندرسه او الابروتش او طريقة المقاربة في التدريس هيبقى فيها اقل قدر ممكن من الرياضة الصعبة، لانه على قد المعلومات الرياضية اللي خدها الطالب لحد دلوقتي. في الجزء الاولاني من ال5 اجزاء هنتكلم الاول عن المدخل بتاع المودرن فيزيكس، ليه بقى في حاجة اسمها مودرن فيزيكس، يعني تطلع ايه دي. الكلاسيكال فيزيكس بتشتمل على موضوع من مجموعة من التوبكس، التوبكس دي زي مثلا الثيرموداينامكس، الديناميكا الحرارية، الويفز والأوبتكس، الإلكتريستي والماجنتيزم سواء ستاتيك أو بفريكونسيز قليلة أو بفريكونسيز عالية. التوبكس دي كانت بتتبني واحدة واحدة، ويؤرخ يعني من عند نيوتن إنه بقى فيه كتب تأسيسية للمواضيع دي. الكتب اللي كتبها نيوتن اللي اسمها Principles، هي Principles بالإنجليزي بس هو كتبها باللاتيني، أظن إنها اسمها Principia باللاتيني، وحط فيها شوية أساسيات للميكانيكس، قوانين نيوتن المشهورة. القوانين نيوتن الميكانيكية هي اللي بتوصف حركة الجسم. وكان الجزء الأساسي في هذا الموضوع هو القانون الثاني بتاع الحركة، إن الفورس أو التأثير الخارجي اللي بيأثر على الجسم بيساوي دي بي باي تي دي، حيث بي هو المومنتم أو كمية التحرك بتاعة الجسم. يمكن الشكل الأكثر شيوعا للقانون ده اللي هو ماس في اكسلريشن، المومنتم هو الماس في الفيلوسيتي، وعادة يعني الناس بتتعامل في المسائل مع الماس انها رقم كونستانت، يطلع بره الديفرنشيشن فيتبقى دي في باي دي تي هو الاكسلريشن. هاويفر حتى في الميكانيكا الكلاسيكية مش دايما هي دي القصة. احنا دلوقتي طبعا هندخل على القصة بتاعة النظرية النسبية بتاعة اينشتاين، وهنعرف ان الماس هي فانكشن في السبيد، وبالتالي الماس لازم تستنى جوه الديفرنشيشن. بس حتى في الميكانيكا الكلاسيكية كمثال الماس ممكن تكون بتتغير مع الزمن، يعني لو درسنا الكيس بتاع الطيارة بوينج ترانس أتلانتيك طلع من أوروبا رايحة لأمريكا، فالطيارة دي فيها كمية فيول ضخمة جدا، وهي ماشية عمالة بتحرق الفيول ده بمعدل ضخم يمكن 3 4 لتر في الثانية ولا حاجة، ولتر فيول تقريبا 8 من 10 كيلو جرام، فأنت هتلاقي يعني في حسبة كده على النت ممكن تلاقي فيها example يعني إن في 150 ألف لتر حاجة زي كده بتتحرق، وده معناه إنه كتلة الطيارة عمالة تقل لأنها بتخسر جزء من الكتلة بتاعتها اللي هي الفيول أو الوقود اللي متحمل جواها، وبالتالي ما أقدرش أقول في الحسبة دي حتى وهي ميكانيكا كلاسيكية خالص، ما بنتكلمش خالص عن مواضيع relativity هنا، برضه السلم ما أقدرش أقول إن الماس كونستانت ويطلع بره الديفرنشيشن. هي الفكرة الأساسية اللي كان نيوتن عايز يقولها في هذا القانون، إنه أنا بوصف الحركة بتاعة الجسم بالمومنتم، والمومنتم ده اللي هو بالعربي بيترجم كمية التحرك أو الزخم، هو الكمية اللي بتوصف إن الجسم ده بيتحرك، والحركة بتاعته دي حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة. يعني لو قلت إن في جسمين ليهم نفس الماس والاتنين بيتحركوا بسرعتين مختلفتين، يبقى الجسم اللي بيتحرك بسرعة أكبر أوصفه بكمية تحرك أكبر، إن ده في شيء عنده أكبر من نظيره عند الجسم الأولاني. ولو كان الجسمين ليهم نفس السرعة واتنين ماسز مختلفين، فالجسم اللي ليه ماس أكتر يبقى أوصفه بمومنتم أكبر، وبالتالي هيبقى
عنده كمية تحرك أكبر. الفورس اللي في الموضوع هي المؤثر الخارجي أو الاكسترنال ايفكت، اللي كان نيوتن بيقول إن هو ده السبب في تغيير بقى وضع الجسم أو حالة الجسم. بغير حالة الجسم يعني بغير المومنتم بتاعه، بغير كمية التحرك أو الزخم بتاع حركة هذا الجسم عن طريق مؤثر خارجي، تغيير يعني تفاضل مع الزمن. ده باختصار الفكرة اللي كان قالها نيوتن، لكن طبعا الأكثر شيوعا إنها ماس اكسلريشن، دي الفكرة اللي عند الناس كلها، لكن هو ده الأصل، دي مومنتم باي دي تي. ودي حاجة بسيطة وسهلة في التعامل معها في أغلب الحالات. إذا كانت الماس كونستانت يبقى احنا بنتعامل مع متغير اللي هو الفي بالنسبه للتي، والماس على جنب كده ما بتاثرش في الموضوع. الكلاسيكال فيزيكس برضو فيها الفرع التاني الكبير غير الميكانيكا، موضوع الويفز. الفريق اللي على اليمين ده، الويف باختصار، ما هي الويف؟ بتطلع ايه الويف؟ هي الميكانيزم او الاليه اللي بيها بيحصل انرجي ترانسفير، يعني ان انت عندك انرجي عايزه تروح من مكان للتاني، فشكل انتقال الطاقه في بين نقطتين هو اللي بنسميه ويف. الويف يمكن درسناها في ليفل قبل كده في الفيزيكس، علشان نوصف ويف سواء ميكانيكال زي مثلا المية لما بيتمشى فيها ويف، أو ساوند ويف موجة الصوت، دي موجات ميكانيكال محتاجة ميديم تتمشى فيه، أو موجات الكتروماجنتيك اللي هي موجات مش محتاجة ميديم ممكن تمشي في ميديم أو في الفراغ، موجات الكهرومغناطيسية أشهرها طبعا ضوء الشمس. بنوصف حركة الموجة بالحاجات المشهورة، الامبليتيود والفيلوسيتي والفريكوانسي والويف لينكس. يمكن أنا كان لازم أقول هناك برضو الحاجات المشهورة في موضوع الميكانيكا، الماس والتشارج، البوزيشن، الفيلوسيتي أو السبيد. يعني الحاجات دي كلها مش أكتر من مراجعة على حاجات قديمة إحنا نعرفها، مش أكتر من إن هي مدخل إلى إيه هو الجديد. وزي ما في قانون تأسيسي مهم في الميكانيكا اللي هو قانون نيوتن الثاني بتاع الحركة، second law of motion، في المعادلة المشهورة بتاعت الويفز اللي هي فيها تفاضل مرتين الواي اللي هي بتمثل الديسبليسمنت أو الإزاحة بتاعت نقطة بتتعرض للويف، تفاضل مرتين بالنسبة للبوزيشن بتاع النقطة في اتجاه الانتشار، الموجة بتنتشر أو تتقدم او الانرجي بيحصل لها بروباجيشن في اتجاه الاكس، ناقص واحد على السبيد بتاعه البروباجيشن سكويرد في تفاضل البوزيشن او الديسبليسمنت يعني بتاعه الويف بالنسبه للزمن سكويرد، ده بيساوي صفر. التفاصيل في حد ذاتها دلوقتي مش مهمه، لان احنا هنرجع على الكلام ده لما نحتاجه. يعني احنا الويفز هتبقى جزء مهم جدا من الشغل بتاعنا قدام، لانه باختصار في هذا الكورس الازمه الاساسيه أو المشكلة الأساسية هي إنه البارتكل الصغير اللي اسمه الإلكترون أو قرايبه بيسلكوا سلوك موجات أحيانا، وتفشل قوانين الميكانيكا اللي هي بتاعت نيوتن ده في إنها توصف حركة الأجسام دي. فالفشل بتاع قوانين الحركة الميكانيكية هيخليك تتعامل مع جسم مادي حقيقي على إنه هو ويف، عشان تعرف تفسر البيهيفير بتاعه، وبالتالي فالويفز هتبقى حاجة مهمة. وهنراجع على الإيكويجن دي وتفاصيل تانية في الجزء التاني من الكورس بتاعنا. في الكلاسيكال فيزيكس عندنا كونسبتس راسخة، مبدأ السيرتنتي أو مبدأ اليقين، انه النتائج اللي بتطلع لي من الحسابات سواء كانت هذه الحسابات في الميكانيكا او في الويف، عادة الناس ما بتتكلمش عن النتيجة ومعاها حالة من الشك. الناس بتتكلم عن النتيجة، يعني مثلا بحسب البوزيشن او السرعة بتاعة الجسم وبقول انه طلعت من الحسبة بقى قوانين الحركة وموضوع كينيتيك انرجي ولازم منه، بحل المسألة وبطلع نتيجة اكزاكت في الاخر. يعني اقول انه بعد الحسابات دي انا توصلت الى ان المومنتم بتاع الجسم ده طلع بيساوي كذا، وما بقولش انه في شك في هذه النتيجة. يعني لو بحسب مسألة نظري خلاص ادي النتيجة كذا، لو بشتغل قياسات في المعمل برضو بقول ان انا وصلت لنتيجة كذا، وبيكون الشك اللي في المعمل لو كان في يعني حد حب يضيف مساحة من الشك للنتيجة العملي، بيقول ان في بلس ماينس ايرور على النتيجة، مثلا نتيجة 5 بلس ماينس 1 من 10،
يعني انا بقول ان النتيجه بتاعتي هي 5 او ممكن تكون 4.9 او 5.1، وبيكون الشك في القياسات العملي هو نتيجه اخطاء متوقعه سواء في الديفايس اللي بستعمله، السيت اب اللي بستعمله، او اخطاء بتيجي نتيجه ان البني ادم نفسه هو بيقيس بيغلط. لكن ما بتبقاش المشكله هي مشكله طبيعه الفينومينا الظاهره اللي انا بدرسها، مش طبيعه الجسم. يعني لو افترضنا ان مفيش اخطاء نتيجه القياسات البشريه ومفيش اخطاء نتيجه السيت ابس، اذا هتطلع النتيجه اكزاكت، مفيش ما يمنع. يعني في مبدا تاني، مبدا الكونتينيوتي، انه جميع القيم او جميع الفاليوز متاحه للبارتكل، يعني مفيش ما يمنع بارتكل انه تديله اي سرعه وبالتالي يبقى عنده اي مومنتم وبالتالي اي كاينتيك انرجي. كل السرعات متاحه للجسم، البارتكل كان possess any speed and consequently any momentum or kinetic energy. فما فيش مشكلة في أي قيم، ما فيش ما يمنع، يعني ما فيش إنه طب أنت السرعة اللي تنفعك هنا 1 أو 2 متر بير سكند، لكن ما تقدرش تاخد سرعة 1.5، لا ما فيش حاجة زي كده. كل السرعات بالنسبة للجسم متاحة، وبالتالي أي momentum أو أي kinetic energy أو أي حاجة. المبدأين بتوع السيرتينتي والكونتينيوتي الاثنين دول مش هيكملوا معانا بقى في المودرن فيزيكس. هنلاقي ان النتائج بطبيعتها بيبقى فيها uncertainty او شك، وده المبدأ اللي حطه هايزنبرج. وهنلاقي كمان ان موضوع الكونتينيوتي هيبوظ، هنلاقي انه مش كل الفاليوز متاحه للبارتكل اللي بندرسه، ويمكن دي اوريدي احنا عدت علينا لما درسنا مثلا كيمستري وقلنا ان في الكترون بيلف حوالين الاتوم في الموديل البسيط للاتوم، انه في الكترون بيلف حوالين النيوكليوس، وان الالكترون ده ليه سيرتن اوربتس او مدارات محدده يقدر يتحرك فيها. يعني ممكن في مثلا في الفيرست اوربت يكون او في السكند اوربت، لكن ما يقدرش يكون ان بتوين، ما يقدرش يكون ما بين ده او ده. هو ده مبدا انه ديسكريت values of energy أو قيم محددة من الطاقة متاحة للجسم، مش continuous values، مش قيم مستمرة. في الـ waves الناحية التانية، في فكرة إنه الشكل البسيط للموجة هو شكل sine أو cosine function، يعني أعلى ارتفاع ممكن أو displacement y بنسميه amplitude A، والمسافة بين نقطتين على الويف ليهم نفس الظروف او ان فيز، يعني بيبقى المسافه دي اسمها طول الموجه او الويف لينكس لامدا، و 2 باي على لامدا بيساوي الويف نمبر، والسبيد يعني الانرجي بتمشي قدام مسافه قد ايه خلال زمن قد ايه، هو الويف لينكس على البيريودك تايم. واجين الحاجات اللي تخص الويفز هنراجعها قدام، فالتفاصيل دلوقتي ما هياش مهمه قوي. بس ستيل هو الحل هنا بتاع الويف اللي هو y بيساوي a كوزين اوميجا t بلس ماينس kx، ده حل بسيط وسهل ومباشر للمعادله الجنرال اللي هي المعادله التفاضليه او السكند اوردر ديفرنشال ايكويشن اللي احنا شفناها في السلايد اللي فات. هنتوقف الفيديو الاولاني عند سلايد نمرة 10، وهنسيب بقى بدايه موضوع السبيشال ريلاتيفيتي للفيديو التالي.